أهلا بكم في بيروت اليوم. ضيفي مستشار رئيس الحكومة تمام سلام الدكتور شادي كرم. أهلا فيك دكتور كرم. أهلا فيك. وسابقا طبعا مستشار رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان. هذه أبرز ملفات بيروت اليوم. يسجل لضابط الإيقاع الرئيس سلام أنه نجح حتى الآن في إدارة حقل الألغام في حكومته، فما هو سر عدم فرط هذه التركيبة الائتلافية؟ هل يستمر صمود الاقتصاد في لبنان إذا بقي مسلسل النسف السياسي والأمني؟ إيران تفكر في تمديد المفاوضات النووية لسنة، فأي تداعيات على الداخل اللبناني والمنطقة؟ دكتور كرم، لما كنت بعدك مستشار أو لما كان رئيس سليمان بعده رئيس جمهورية وكنت حضرتك مستشار، نحكى عنك أنك كنت عم تحضر أو تعد للتمديد، وحين نفيت أنه هذا الكلام مش صحيح وأنت كنت ضد التمديد للرئيس سليمان. هل اليوم بظل الشغور بتندم أنه ما مددنا أو ما مددوا للرئيس سليمان إلى حين انتخاب رئيس جمهورية؟ يعني ألم يكن التمديد أفضل من عدم وجود رئيس؟ لا، اولا لانه موقفي من هالموضوع بالذات وموقف الرئيس سليمان بعتقده موقف سليم، لانه الرئيس سليمان ظهر ما بعبده ودخل بالتاريخ كرجل عاقل وكمرجع ليس فقط للقوى السياسيه بالبلد وعلى الصعيد السياسي بالبلد، ولكن ايضا للقوى السياسيه وعلى الصعيد الدولي، لانه رجل محترم ذو مصداقيه، وهالمصداقية فرضها على العالم بمواقفه، فأبدا ما بندم بالعكس. اليوم الرئيس تمام سلام يرأس مجلس وزراء، يعني إذا وزير واحد ما بيصوت مع أي قرار ما بيمشي أي قرار. إلى أي مدى عم يقدر الرئيس سلام ينجز بهذه الحكومة؟ ما في شك أنه العمل الحكومي اليوم مثل ما بيقولوا الرئيس سلام على يمكن 20 أو 25% من قدرته، يعني مثل الموتور طاقته 100% ونحن عم نستعمله على 25% من طاقته، لأنه أي موضوع ممكن يخلق جدل أو ممكن يخلق خلاف يجب بهالوقت بالذات أنه نتجنبه، لأنه إذا ما تجنبناه بدنا نفوت بمشاكل ما بنقدر نتصور شو أبعادها. لذلك بعتقد بحكمة الرئيس سلام اتبع هالنهج من إدارة عمل مجلس وزراء، اللي هو نهج أولا تحضير جلسات قبل بوقت على أساس اتفاق حول جدول الأعمال وما يتضمن هذا الجدول، وإبعاد الأمور الشائكة حتى ولو كانت مهمة ريثما يكون صار في اتفاق حولها. وما بعتقد انه بهالوضع بالذات ممكن انه واحد يقدر يلجا الى نمط او مقاربه مختلفه لشان اداره مجلس الوزراء. بس هيدا يعني شوي بيوصلنا لفشل، يعني عم نشوف في امور شخصيه امرار بمجلس وزراء، بيطلع وزير بيقول مثل اخر قضيه قصه الهاتف الخلوي، يمكن بيكون في ملاحظه من وزير، امرار الملاحظات بتكون منطقيه ومرات يمكن بتكون شخصيه وما بيقطع اي القرار. ليه هو لمن كان مجلس وزراء عم بيشتغل بطريقة عادية وفي رئيس جمهورية وما في إشكال وما كانت طريقة التوافق هي الطريقة الوحيدة لنقدر نمرر الملفات، ما كان في مشاكل شخصية وخلافات ونزاعات، كانت تأثر على القرارات شو لكن؟ معلوم كانت تأثر، يعني كنا نشوف في قرار ما يصدر عن مجلس وزراء لأنه في وزيرين اعترضوا مثلا، معلوم، وهي وقت تنتهي بوزيرين معترضين عال، بس هو من بيكون أكثر من وزيرين معترضين، وهذا كان الحقيقة عدة أوقات كانت تصير. فما بعتقد أبدا أنه طريقة معالجة العمل بمجلس وزراء وتوقيع الوزراء الـ24 على كل مرسوم يصدر عنهم أو كل قرار هو الحقيقة خالق جو خلاف أو جو نزاع. بالعكس، هو مش جو خلاف أو جو نزاع، جو عدم انتاجية، خليني اسميها عدم الانتاجية. شوفي هيدا بلد يعني في تيارات سياسية مختلفة وكل تيار عنده رأيه، وفي عدد من الملفات
الآراء مختلفة حول طريقة معالجتها أو طريقة التقدم فيها. وهيدي السعر اللي عم ندفعه تنحافظ على نوع من التعددية وحرية التفكير والديمقراطية بالبلد. دفعنا حق أغلب كتير من هيك بالماضي، دفعنا حق حوادث ودم وحرب أهلية وإلى ذلك. اليوم إذا دفعنا حق ندفت شريعة واختلاف بالرأي، هذا جو سليم، ما هو جو غلط. هلأ المهم أنه يصير في تكتل حول المصلحة الوطنية، يعني الملفات اللي فيها مصلحة وطنية لازم نتقدم فيها. يعني مش مسموح مثلا أنه موضوع النفط والغاز اللي هي ضرورية اليوم يصير فيها التأخير اللي صار فيه، بس هيدا ما لحقها الوزارة، هيدا موضوع انطرح من زمان والمقاربة تبعيته ما فيها خلاف جدي على الصعيد التقني وعلى الصعيد ضمني في هذا الملف من داخله. ما في سبب لحتى أعطيك هذا كمثل. هلا في أمثال أخرى بذات الأهمية كمان التأخر فيها غير مسموح. دكتور، في إحساس لدى البعض، ربما مش لدى الجميع، أنه الرئيس تمام سلام أو بالأحرى القرارات لا تخرج من مجلس وزراء. في بعض الوزراء يتصرفون بصفة فردية، يعني يمكن فاتحين حسابهم بين مزدوجين، وبعد فترة يطلعون الرئيس تمام سلام شو عم يعملوا، أكان شيء مرضى عنه أو غير مرضى عنه. ليش الرئيس تمام سلام هيك تارك هالمجال للوزراء يتصرفوا بشخصانية ببعض الملفات أو بعض الوزراء تمن عمم؟ ورح فوت بأمثلة كتيرة، يعني منا الجيد ومنا في شوي علامات استفهام حوله. أولا هالكلام اللي عم بيقولوه العالم اللي عم تذكريهم مش دقيق. خليني أرجعك شوي لورا. دستور الطائف واضح بصلاحيات الوزير، وصلاحيات الوزير كتير واسعة وكتير كبيرة، وفي قسم كبير من الوزراء من أيام الطائف لليوم بيمارسوا هالصلاحيات لأقصى حدودها، وهيدا شغلة دستورية ومقبولة، ما في أي خلاف على ممارسة الصلاحيات استنادا إلى الإطار الدستوري اللي من خلاله عم تتمارس. إنه في بعض الوزراء عم بيمارسوها أكثر من غيره بجوز، إنه في بعض الوزراء يمكن مجال عملهم أو طبيعة عمل الوزارات اللي هن مسؤولين عنها تتطلب يمكن اندفاع أكثر من غيره ببعض المجالات. هل يا ترى عم بيصير هالشيء دون تنسيق سابق مع الرئيس السلام؟ لا. لا مش على علمي. لا انا بنفي هالقصة، لانه بعتقد انه طبيعة العلاقات الرئيس السلام نسجها مع كل وزير على حدة. طيب. ومع مجلس وزراء، لا اسمحي لي موضوع مهم هذا، تفضل، مع مجلس الوزراء ككل. طبيعة العلاقات اللي هي نتيجة طبع الرئيس السلام وشخصيته ودماسة أخلاقه وطريقته بالتعامل هي اللي كانت ضمانة على أنه هالشيء بالتحديد أنه كل واحد يفتح حسابه ما يصير. طيب. هل كان الرئيس تمام سلام موافق على أن يلقي وزير الخارجية جبران باسيل يستدعي السفرة ويعمل خطاب الاستقلال قدامهم؟ هل هذا يحق له؟ انتقد بالصحافة. هل ممنوع اليوم قانونيا ودستوريا على وزير الخارجية انه يجتمع مع السفرة؟ وين مكتوبه؟ لا يجتمع، لا، بس في فرق ما يستدعيهم يلقي خطاب استقلال. هيدا عاده الرئيس الجمهوريه بيعمله عشيه الاستقلال، مش وزير خارجيه بيستدعي السفرة ويلقي خطاب الاستقلال. ليه صنفتيه هلا؟ ما عم دافع انا عن الوزير باسيل، لانه كانت كلمه الاستقلال بمناسبه الاستقلال. ما اولا ما انا شغلتي دافع عن الوزير باسيل، وهو ما شاء الله ما انا عايز حدا يدافع عنه. انا اسال اذا كان الرئيس تمام سلام عارف بالخطوه وبركه. عارف اكيد انه في دعوه حكما، ما بتصير هيك قصص بدون تنسيق. ما قلت لك طبيعة العلاقات بين الرئيس السام والوزراء طبيعة علاقات شخصية وحميمة. وهيدا الفضل فيه، بقول لك بموضوعية، الفضل فيه اللي طبع الرئيس السام وخلقيته بالتعامل مع الناس عامة. الوزير باسيل بصلاحياته تماما، وأنا ما إلي أني أشرح الموضوع ولا إلي أني أعطي رأيي فيه، ولكن بحب أوضح أنه بصلاحياته الدستورية وبواجباته كوزير خارجية أنه يجتمع مع السفرة. فأنه ارتقى أنه يدعيهم ليشربوا فنجان قهوة وخلال هالدعوة
انه يحكيهم بحريه عن بعض العناوين الاساسيه اللي بتهمه وبتهمهم، ما انا ما شايف انه فيها يعني كانت اكثر من هيك، ما كانت اجتماع عادي لوزير خارجيه مع سفراء. بس مهم، البعض ايضا قال انه بدي ارجع بالزمن شوي لورا لما شارك الوزير جبران بسيل، هل راح اجى على غير وزراء؟ ما تفكرني بس الفوكس شايفك مركز عليه لانه في دور كبير عم يلعبه، وطبعا نحن ما عن النشاط اللي عم يقوم فيه، بس على غير وزراء له ايجابيات هالدور. البعض قال انه لما شارك باجتماع جدي حول التحالف الدولي لضرب داعش وقع على بيان جدي، بعد فتره صار في اجتماع بباريس لم يوقع، قيل حين انه في اصوات ارتفعت انه ما بحق له، هون صار في لغط اذا كان الرئيس تمام سلام عطيه تفويض يوقع على بيان جدي ومن ثم صار في شويه تراجع. شو الروايه هون؟ اولا مش رئيس مجلس وزراء اللي بيعطي تفويض، مجلس وزراء مجتمعا بيعطي تفويض، فاذا ما كان في تفويض من مجلس وزراء بشان معين او بتوقيع معاهده، وعاده هيك بيصير، معناتها انه صار في خلل بهالموضوع. والحقيقه انا مش مطلع على تفاصيل هالامر، ما حدا مفرجاني هالاتفاق اللي صار بجده او بالرياض، بعتقد بجده ما حدا فرجاني هالاتفاق، وما حدا فرجاني انه الوزير باسيل وقع عليه، وما حدا فرجاني كمان انه مجلس الوزراء لاحقا ما وافق عليه. فهل الامر بعتقد ما هو مطروح لجدل ولا مطروح للتساؤل؟ هو طرح بوقتها صار له كم شهر. طيب دكتور كرم، في اكثر من قضيه شائكه اليوم امام مجلس الوزراء، يمكن عم تفضل تحكي صفات الرئيس تمام سلام، التعاطي بمرونة وبعيد عن الأضواء ببعض الملفات، ولكن العالم عم تشوف يمكن أنه ما في تعاطي منا ملف العسكريين المخطوفين مثلا، يمكن في تعاطي جدي ولكن الجمهور ما عم يشعر بهالتعاطي. وين صرنا بملف العسكريين؟ هل فعلا كان اللواء عباس إبراهيم بسوريا من كم يوم وأيضا قالوا انه الرئيس تمام سلام عطاه الضوء الاخضر او التفويض، لانه اذا بدها تنطرح بمجلس وزراء ما رح ياخده؟ هيدي صحيفه الديار كتبت هيك، زياره لواء عباس ابراهيم الى دمشق قبل يومين حصلت بتفويض من الرئيس سلام، لانه لو طرح على مجلس الوزراء قد يسقط هالطلب لوجود بعض الناس المعارضه. فخبرنا اكثر. اول شيء في تناقض باللي تفضلتي فيه، مع احترامي وتقديري اللي بلشت الحديث عم تقولي انه الرئيس سلام ما عم يتعاطى بهالملف، وبعدين هلا قلت عم يتعاطى يمكن بسلاسه لدرجه ما بيشعروا العالم انه في حركه بالموضوع. اولا العالم ما لهم يشعروا اذا في حركه او ما في حركه، هذا موضوع دقيق جدا. اهل المخطوفين اسمحي لي، حتى اهل المخطوفين قلنا من اول ما حصل هالشيء الحقيقه مخيف، وللبنان يمكن من اكبر المصائب اللي وقعت علينا لانه هول اولادنا، منقول انه التعاطي مع هالملف يجب بالدرجه الاولى ان نحيطه بالسريه التامه، لا والا ما بنقدر نتوصل لحل. هيدا ما هو ملف مفاوضات على بازار شاري او بيع بنايه او شقفه ارض، هيدي مفاوضات ماسكين بين ايدينا حياه الناس. نعم. واكثر من هيك، لانه يمكن هلا اذا اعطيتينا مجال بنحكي انه انا عندي الحقيقه تصور عن ليه هالشيء عم بيصير بالطريقه اللي عم بيصير. بدي بس ارجع على مثال، لما خطفوا 46 دبلوماسي التركي بالموصل، الرئيس الجمهورية التركي الرئيس اردوغان خبرنا، وانا كنت موجود بالاجتماع، انه اول شيء عملوه طلبوا من الاعلام عدم مقاربة التطرق لهذا الموضوع بأي شكل من الأشكال. شغلة هذه ما فيها نعملها بلبنان، خلينا حدا منا يسترجي يطلب منكم دخيلكم ما تحكوا عن هالموضوع. نين وجه لهم هلأ نين طلبوا؟ أكيد بدي وجه نين، هذا حديث حكيني أنا وياك سريعا. نقطة تانية هي أنه حكيوا مع الأهالي، كمان عم بحكي عن حديث الرئيس أردوغان. نعم. حكيوا مع الأهالي وقالوا لهم إذا بدكم أولادكم يرجعوا بسلامة تركونا نحن نفاوض على رواق وبالسرية التامة على هالموضوع. والدليل انه هيدي المقاربة هي المقاربة السليمة انه هول الجماعة فلتون، صح، ما بنعرف كيف ولم نعرف ليش، ورجعوا بخير وسلامة الى منازلهم. اذا اليوم هاللوم اللي عم بسمعه انه عم نتعاطى مع هالموضوع بتساهل او بمرونة، وانه المرونة ما بتفيد بهالقصة، اسمحي لي اقول لك انه هيدا
كلام حقيقة مغرض، لأنه بأكد لك أنا اللي قاعد معه كل يوم أنه بيوعى وبينام وبيأكل وبيشرب الرئيس سلام، وهالموضوع هالهاجس بالأحرى يرافقه بكل ساعة من ساعات حياته اليومية، وما بيمرق ظرف ما بيجرب يشوف كيف بيقدر يلم مساعدات، يعني يجمع بالأحرى أي طاقة من أي ميل إجت لحتى نساعدنا لحل المشكل. أنا حاضر اتصالاته بعدد من رؤساء الدول بيتمنى عليهم مساعدتنا بهالموضوع، اللي ممكن يكون عندهم قنوات لمساعدتنا بهالموضوع. إذن ما بدنا نحن نستنتج من أنه مش كل يوم بيطلع على عتبة السرايا الكبير الرئيس سلام وبيعلن شو عمل خلال النهار لتأمين سلامة المخطوفين وترجعهم على منازلهم سالمين. هيدا ما معناته أنه رجل منه منكب على هالموضوع، بكل ساعة من ساعات عمله وحياته بيقول بشكل يومي شو يعني. هيدا أنا بشهد عليه. نعم. طيب بس الرئيس سلام حضرتك عم تقول ومرافقه بكل اجتماعاته ولقاءاته حتى الخارجية برات لبنان، شو العقبات اللي تعترض هذا الملف واللي ما عم يقدروا الدول اللي ساعدت بأكثر من ملف خطف بالسابق ما عم بيقدروا يحلوه؟ ما بقدر جاوبك بشكل واضح على هالسؤال، أولا لأنا ماني مطلع على هالموضوع. أوكي. لقلك لأي درجة السرية بهالموضوع مهمة. ما عم بحجب عنك معلومات أنا ما بعرف. الطريقة اللي عم بينعكس فيها هالملف على التصرف بالشوارع بلبنان بيدفعني اللي أنا، وهذا رأيي الشخصي منه رأي لا الرئيس سلام ولا رأي أحد آخر، رأيي الشخصي بيطرحني أو بيدفعني إلى بعض التساؤلات. هل يا ترى اليوم ممارسات داعش والنصرة وما بعرف إيش من الحركات الإرهابية تقليديا أو بأهدافها منشوف أنه في عمليات تخريبية داخلية أو إرباك للسلطات المحلية؟ وين؟ ما شفت هالتصرف هيدا، أو دفع الأهالي لتسكير الطرق واستعمال الأهالي لسوء الحظ، وخلينا نقول الكلمة كما هي. صح. هل الشانتاج يعني اللي عم بيعملوه على هالأهالي اللي هن طبعا كيف بدك يتصرفوا لمن واحد بيقول لهم إذا ما سكرتوا الطريق الفلانية أو حرقتوا الإطارات بدبح لك ابنك، كيف بده يتصرفوا؟ فأنا بطرح على نفس السؤال إنه هالطريقة بالتصرف أو هالطريقة باستعمال بعض الفرقاء اللبنانيين على الساحة اللبنانية، هيدي أنا ما عم بقدر شوف مهما حللت ليش بدها تفيد داعش وليش بدها تفيد النصرة. وأما إذا هيدي برأيهم رح تحط ضغط علينا إذا سلمنا أنه داعش والنصرة سببها، وإذا سلمنا أنه هيدي عم بيستعملوها لحتى تفيدهم بالمفاوضات، أنا ما شايف كيف بدها تفيدهم بالمفاوضات، لأنه قنوات المفاوضات قائمة على بعض الطلبات اللي عم بيحطوها هني واللي هي يمكن عم تتغير أو عم تتبدل. فالسؤال هو طيب هل هالتحرك هذا على الأرض بأي شكل بفيه؟ طيب لخلص بهذا الموضوع اللي اوريدي ما بتحب انه الاعلام يتناوله بتفاصيله وما انك عندك تفاصيل كله، هل كان اللي وقع بس ابراهيم بسوريا نعم او لا؟ وهل انت مع انه نتواصل مع الحكومه السوريه لحل هالملف مثلا؟ ما بعرف اذا كان اللي وقع بس ابراهيم بسوريا او لا. طيب حضرتك كمستشار رئيس حكومه ما يصير تواصل مع الحكومه السوريه اذا كان لابد من تواصل لحل حاله هالملف؟ اليوم الدوله اللبنانيه اعتمدت من زمن سياسة النائب النفس بشكل تام عن الأزمة السورية. نائب النفس يعني أنه عدم التواصل مع حدا، لا من هالشق ولا من هالشق ولا من هالشق، لأنه في كذا أطراف كذا شق بالمشكل السوري. فإذا بدنا نمشي على مسلك النائب النفس بدنا نمشي عليه بكل تفاصيله وبكل
المحتوى وبدنا نحترم الإطار اللي نواجد فيه من أول الطريق. هلأ إذا في شي محل سبب واضح أو مؤشرات واضحة بتدل على أنه بفيد أنه يصير في أي حوار مع أي حدا، في طرق ممكن أن واحد يقدر يعتمدها بدون أنه يخل باتفاق النقي بالنفس وبدون أنه يمشي ضد أي مسلك أساسي، علما أنه هولي قرارات برجع بقول وبالتحديد هلأ بغياب رئيس جمهورية يجب أن تتخذ بالإجماع، لأنه في مجلس وزراء طبعاً. هو مسؤول مجموعاً ببعض المسؤوليات الدستورية ولازم نحترم هالشيء. دكتور، اليوم الرئيس تمام سلام يتلقى رسالة من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. مظبوط. من يعني يمكن الأبرز، لا بدك تشرح لنا الرسالة حضرتك، إنه انتخبوا رئيس. شو أهمية هالرسالة اللي يتلقيها؟ بأقرب وقت ممكن. بأقرب وقت. يعني عادة على عيد الاستقلال يبقى يتوجه الرسائل بالتهنئة لرئيس الجمهورية. اليوم هالرسائل وتلقى منذ يوم يومين من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يمكن مش شكل رسالة يمكن بيان، لكن شو أهمية الرسائل اللي عم توجه أول شيء للرئيس تمام سلام، وشو بيقدر يعمل الرئيس تمام سلام للبنان ينتخب رئيس؟ يعني هل اللعبة عنده أو جزء من اللعبة أو؟ لقلك في شغلة مهمة كتير بالرسالة، كلمة فرنسية هي كلمة ديبوزيتير، يعني موضوع عندك مسؤولية، مسؤولية رئاسة الجمهورية. فكلمة ديبوزيتير بالفرنسي واضحة جدا ودقيقة جدا وبتشرح الحقيقة بإيجاز تام موضع الرئيس السلام اليوم كرأس لحكومة هي ديبوزيتير، لنستعمل هالكلمة الفرنسية، للمسؤوليات الدستورية كما ورد في الدستور لرئيس الدولة بغياب رئيس الدولة. فكانت الرسالة دقيقة جدا، وبعتقد ما حدا بيقدر يتهم الفرنسوية انه بيحاولوا انه يدوروا حول أهمية غياب رئيس جمهورية وضرورة انتخابه. وبالكتاب بيثني الرئيس هولاند على عمل الرئيس السلام بهالتحديد بجميع الأمور، ولكن بيقول بوضوح أنه العمل بالطريقة اللي عم بيقوم فيها رئيس سام على رأس الحكومة لجمع الشمل والحفاظ على التوافق والعمل بالاتفاق هو الطريق الأساسي اللي هو بيودينا للحلول. وبيقول بطريقة يعني ما بتحمل الجدل انه فرنسا الى جانب لبنان لمساعدته بكل الامور اللي فيها تساعده فيه. وبيختم بفقرة مهمة جدا بيعول فيها على احترام لبنان لارتباطاته الدولية وتنفيذها بشكل كامل. فالرسالة الحقيقة بمثابة دعم، بمثابة دعم لرجل هو اليوم مسؤول باسم مجلس وزراء، ليس هو مسؤول وحده ولكن مسؤول كممثل لمجلس الوزراء مجتمعا بمحل رئيس جمهورية بهالفراغ اللي نحن صأبنا. يعني الحل الثاني كان أن يبعث 24 مكتوب، لقاها أهون يمكن هيك. دكتور، ملف كبير اليوم عم بيعيشه لبنان مش جديد على الرئيس تمام سلام. حضرتك رفقت الرئيس ميشيل سليمان بكتير سفرات وصار في مؤتمرات دولية لدعم لبنان بملف اللاجئين السوريين، بس حقيقة يعني ما في دعم مادي للبنان، في دعم بيانات وكلام وشكر للبنان انه عم يحتضنونه، بس صارت الأزمة شوي عم تأثر سلبا على لبنان. وبدي تخبرني ليش ما في دعم للبنان مادي لمساعدة ملف اللاجئين، ونحكي عن محاولة لتوطينهم. يعني كنتوا ببرلين وصار اشياء ببرلين ما عرفناها، بدي بحب اعرفها، بس جوابني الأول، ليه ما بيصير في دعم مادي للبنان؟ ما في ثقة بأنه هالسلطة اللبنانية بتقدر تاخد المصاري لتساعد فيهم اللاجئين السوريين؟
أول شيء بدك تسمحي لي خالفك الرأي أنه بموضوع أنه ما في دعم للبنان. ما في دعم المطلوب دكتور. هلأ في دعم يتيم، في تفاوت بين الدعم اللي إجا للبنان واللي هو دعم كتير كبير، وبين الحاجات اللي اليوم لبنان عنده إياها لمجابهة الصعوبات الاقتصادية اللي تأتت من الأزمة السورية والنزوح السوري إلى لبنان. هيدا الحقيقة الدقيقة. إجا على لبنان مساعدات بأشكال متعددة، يمكن أهمها اللي جانا لمساعدة الجيش. ليه؟ أولا لأنه موضوع الاستقرار هو يمكن الموضوع الأول على جدول الأولويات للمجتمع الدولي وطبعا للبنان، لأنه بدون استقرار كل الباقي ما له عزي أو ما بنقدر نحققه، لأنه الاستقرار وليد الأمن، وإذا ما حققنا منصة أمنية ثابتة وعلى أمد طويل ما ممكن نقدر نحقق الاستقرار. والمساعدات للجيش ما في زون، كل الناس بتعرفها طبعا. ما حاطول الحديث عنها. ثانيا اجا مساعدات بكثافة للنازحين السوريين. ليه؟ لأنه المجتمع الدولي أول ما بيواجهوا لما بيصير فيه أزمة بهالأهمية وبهالكبر، أول ما بيواجهوا هو الموضوع الإنساني، المساعدات الإنسانية. فالمساعدات الإنسانية دفقت على لبنان وراحت للسوريين لحتى تقدر تمنع من أنه وضع السوريين يتأزم ويخلق يمكن مشكل أكبر. اللي صار هو أنه خلال السنتين اللي مرقت وبلشنا هالشي على عهد الرئيس سلمان وكملناه مع الرئيس سلام، قدرنا نغير محور التفكير والمفهوم لمعالجة هالأزمة من تركيز على المساعدات الإنسانية للسوريين فقط إلى تركيز أيضا على مساعدة المجتمع الحاضن اللي هو المجتمع اللبناني اللي حضن السوريين طبعا. وثلاثة هو يمكن العنصر الأهم إلى مساعدة لبنان على إعادة إطلاق العجل الاقتصادي التنموي لحتى يقدر من خلاله يوصل للاستقرار الاقتصادي ليأمن الخدمات للجميع. بعطيك مثال بس هون لو قطعتك دكتور، الرئيس تمام سلام يعني لما راح على نيويورك عشية المغادرة أو لحظة كان عم يترك السراي الحكومي ليتوجه لنيويورك، بيقول راح أطرح الموضوع مع المجتمع الدولي ومع لقاءات الثنائية، لأنه يعني عطاءات الدول ما كانت على طموحاتنا أو قد ما لبنان عايز. ما بحب تكوني داعيتيني وضل خلفك بالرأي، بس هيك الرئيس تمام بيقول تكون عم تخالف الرئيس تمام سلام. لا يعني لا بالعكس، الرئيس تمام سلام اللي قاله حققه. أنا بحب تخالفني برأي توضح لنا يعني. لا لا. اللي قاله قبل ما نروح على نيويورك حققه. اللي عم بقول لك إيه يعني، قدرنا أولا نقنع المجتمع الدولي أنه ما بكفي نحصر العمل والمساعدة للسوريين، بدنا نساعد اللبنانية وبدنا نساعد الاقتصاد اللبناني لحتى نقدر نرجع نوصل على أي شكل إجت هالمساعدات. رح أقول لك، أولا إجت عن طريق صندوق المتعدد المانحين التراست فاند اللي عمله البنك الدولي واللي أنا بمثل الدولة اللبنانية فيه. وهلا الآلية هذه ما بلشت تشتغل إلا من 3 أشهر وهلا صار فيها تقريبا 80 مليون دولار من عدد من الدول. وأهمية هال 80 مليون دولار مع أنه بنعتبرهم نقطة بحر، هي أنه المساعدات إجت بآخر الفصل الموازنات بالعالم الغربي خاصة. الموازنات ماشية إلى سنة، هلأ بدهم يبلشوا يصوتوا على الموازنات الجديدة بالبلدان الكبيرة اللي ممكن تبعث لنا مساعدات. ولا شك أنه هالأداة هذه أداة مهمة. ليش؟ لأنه البنك الدولي دايرة بنظام واضح وبدقة وبشفافية وإلى آخره. هلأ فيما يخص اللي صار ببرلين، اللي صار ببرلين تأكيد لهالتفكير، تأكيد لهالنظرية، وكانت شغلة مهمة كتير لأنه هذا كان منه موضوع واضح
ولا كان المجتمع الدولي إبلان هالمقاربة اللي نحن دفعناها إلى الأمام. إذن هيدا انتصار أولا لأنه غيرنا الفكرة طبعا. ثانيا إجينا مساعدات ببرلين يمكن ما إجت للدولة اللبنانية مباشرة، لأنه في بعض الدول هي عندها قنوات مساعدة مباشرة ما بتمرق عن طريق عبر منظمات NGOs يعني مش غير حكومية، بس عبر المنظمات ولكن يمكن كمان عبر منظمات الأمم المتحدة. أوكي. وعندك بعض الدول بتحب تساعد مباشرة، عندك بعض الدول عندها طريقة خلاقة بالمساعدة، يعني خدي مثلا المساعدات السعودية يعني ما في حدا ساعدنا قد المملكة العربية السعودية، مشكورة خاصة بهالأمر الحساس هو الموضوع الأمني، مرق عن طريق مقاربة خلاقة يعني، مرق عن طريق الفرنسيين والسلاح الفرنسي ولا آخره. تاني شيء مرق عن طريق الرئيس حريري. وليش مرق عن طريق الرئيس حريري؟ لأنه كان في ضرورة بصرفه بشكل مباشر وسريع، لأنه الجيش كان عايز ذخيرة وعتاد وأشياء من نوع. فكل دولة عندها أولوياتها، كل دولة عندها الرؤية تبعها والقنوات المفضلة لمساعدة بلد. المهم أنه الدعم ما كان بس دعم معنوي. بعدين بدي اقول لك شغله، الدعم المعنوي مش غلط، يعني الدعم المعنوي بده ينشغل عليه الواحد ليجيبه. لا لانه كمان يعني هلا عم تخبرنا اشياء جديده وحلوه، يعني احنا بننبسط ما بنزعل، بس بايجاز لو سمحت، هل المصاري اللي اجت للدوله اللبنانيه غير اللي بتساعد بشكل مباشر او عندها طرق، في ثقه بصرفها بالمكان المناسب؟ قصدك انه في ثقه من المانحين نعم انه يعطوها للدوله اللبنانيه انه تنصرف؟ ما في شك انه هالثقه زادت كثير بالاشهر الاخيره. ليش زادت؟ زادت اولا عندهم ثقه بالرئيس تمام سلام، اكيد هيدا عامل اساسي ما في شك فيه، ثقه فيه بمصداقيته انه حيكون عين ساهره على طريقه الصرف والاستعمال والمشاريع وكذا. ولكن في شغله مهمه كثير كمان، انه راحت الدوله اللبنانيه بسلسلة من المشاريع والبرامج واضحة اللي هي بتحتاج أنها تمولها تتقدر تتوصل لها الاستقرار المنشود. إذن لأول مرة في رؤية، عارفين وين رايحين. يعني إذا أنا بدي ساعد بعرف بشو بدي ساعد. أوكي. بدي أبني مدارس، بدي أكبر المستشفيات، بدي ساعد على يعني حطيتوا لهم النقاط وإن اقتنعوا فيها، حطينا لهم برامج ومشاريع طيب واضحة وميزانيتها كمان موجودة. رح أخد فاصل إعلاني، بعد فاصل رح أسألك عن اللي قريناه إنه عن إذا مزبوط طرح التوطين ببرلين، رح أسألك عن الوضع الاقتصادي بلبنان، رح أسألك حضرتك خبير اقتصادي، وإذا صار لنا وقت عن الملف النووي الإيراني وإنعكاسه. قليل هيك شوف إذا بدي روح. فاصل إعلاني ونتابع. نتابع الحوار مع مستشار رئيس الحكومة الدكتور شادي كرم. دكتور كرم، شو صار ببرلين؟ هل فعلا مطروح على لبنان التوطين مقابل مزيد ربما من المساعدات؟ التوطين عم نحكي لاجئين سوريين مع الفلسطينيين، يعني هيدي مثل مطلب أساسي ليصير في دعم أكثر للبنان؟ منين جبتيها هي؟ والله صراحة بصحيفة الجمهورية انكتبت. إذا هيك لكان ما بألف أنا هلا، أكثر من صحيفة حكيت، بس إنه هيدا اللي بين إيدي هلا. توني عيسى كتب بصحيفة الجمهورية، عم نحكي عن الطرح، ما قال إنه صار إنه انطرح هيك ومعاهدة فيينا اتفاقية جنيف، يعني بيقول الحلقة الأهم. كتب توني عيسى بالجمهورية: ضغوط على لبنان لتوطين 2.5 مليون سوري وفلسطيني، لا مساعدات ولا من يساعدون إلا إذا رضخ لبنان للشروط بسميها القاتلة، والحلقة الأهم هي أن يوقع لبنان اتفاقية جنيف للاجئين. بلا ما أقرأ هلا الأرتيكل كله بس هي فحوي، فبدنا جواب من حضرتك. يمكن عنده معلومات، ما حدا منا يعني المسؤولين عن تنظيم هالمؤتمر ومتابعته والمشاركة فيه والمفاوضات الدقيقة الخفية والغير خفية في معنى خبر. يمكن هو عنده معلومات كلنا من ميركل مثلا، يمكن اجي تليفون خاص ما بعرف. المهم خليني بس رجعك إذا بتسمحي لي كم ثانية لورا. مجموعة الدعم الدولية للبنان نشأت بقصر بيت الدين بصيف 2013 على مبادرة من الفرنسيين والأمم المتحدة، وديريك بلاملي بالتحديد السفير ديريك بلاملي،
وبركة طبعا ودعم من فخامة الرئيس ميشيل سليمان. اجتمعت أول مرة بنيويورك سنة 2013، وبعدين حصل عدة اجتماعات فيما بعد. حصل اجتماع بشهر أدار 2014، بشهر حزيران بروما 2014، بمارس بأدار بباريس، بروما بحزيران 2014 إلى آخره، والأخير هلأ ببرلين عفوا من شهر، وسبقوا بأيلول 2014 كمان اجتماع، يعني أربع اجتماعات. شو إطار عمل هالمجموعة؟ إطار عمل هالمجموعة مؤلف من ثلاث ركائز. الركيزة الأولى دعم الاستقرار والأمن، نعم. من هنا دعم الجيش، نعم. ومؤتمر خاص لهذا الموضوع حصل بإيطاليا بروما بحزيران سنة 2014. الشق الثاني هو دعم المجتمع اللبناني يعني للمساعدته على تخطي نتائج الأزمة الناتجة عن النزوح السوري إلى لبنان. والشق الثالث هو دعم لبنان، دعم استقرار لبنان الاقتصادي، نعم. ومساعدته على تخطي هالصعوبات اللي عم بيواجهها نتيجة الوجود السوري ونتيجة الأزمة السورية، من صعوبات لنقل بضاعته من سوريا إلى باقي البلدان العربية، إلى صعوبات اللي عم بيواجهها يوميا، مدارس مكتظة، مستشفيات ما بتكفي، كهرباء ما عم نقدر نلبي الكل فيها، دعم للخبز، مي إلى آخره. فهالمجموعة قامت بواجباتها، يعني هالدعم اللي وضعته خلال هالإطار اللي هي وضعته نصب عينيها لمساعدة لبنان بالاتفاق مع لبنان، كله هيدا عم بيتم خطوة وراء خطوة. والاجتماعات المتتالية أكبر دليل على أنه جماعة عارفين أنه هيدا موضوع ما بينحل بنهار، ما أنا أزمة هيدي حصلت وانطوت، هزة أرضية خلصت نبعت شوية حرمات ونحلت، هيدا موضوع طويل الأمد، والكل بيفكروا أنه طويل الأمد، مش أنا اللي عم بقول أنه الأزمة السورية رح تاخد وقت، العالم كله والمحللين كلهم والسياسيين كلهم. يعني عم تقول قصدك لبنان عم يلقى المساعدات بكل المجالات من دون شرط، من دون أي شرط سوى أنه نقدر نتعامل نحن والسوريين اللي موجودين بلبنان بطريقة ما تخلق للبنان عبء أساسي. بدي أحكي كلمة عن موضوع التوطين إذا بتسمعيني. أكيد، لأنه بدي أنتقل على ملف تاني. إيه، بموضوع التوطين أنا ما بعتقد أبدا أنه في حدا في جرام منطق، نعم. ممكن يفكر ثانية أنه السوريين بده يتوطنوا بلبنان. ليه؟ منطقيا و موضوعيا سوريا بلد متاخم، نعم. للبنان في هلا خلاف، ولكن هالخلاف وهذا التاريخ بيعلمنا اياه ما بدون 100 سنه بده يجي وقت من الاوقات بده ينحل بطريقه من الطرق. ما في اي سبب لهالعدد الكبير من السوريين اللي عايشين بظروف من أتعس ما يكون، قسم كبير منهم رغم كل المساعدات اللي عم تجيهم بفضل يرجع على بلده، يعني. بده يرجع على بلده. وثم بدي أقول لك شغلة، لمن بدها ترجع سوريا ويصير في وفاق ويرجع في حركة إعمار ونمو بسوريا، مش بس رح يرجعوا السوريين، رح يرجع معهم قسم كبير من اللبنانيين اللي رح يلاقوا فيه ظروف مؤاتية للعمل بسوريا ليشتغلوا، ايه؟ طبعا. فأنا هذا موضوع التوطين بحب أنه ما حدا يفكر فيه بجدية، ولا بعرف انه في حدا فاتحنا في هذا الموضوع. وبعد اكثر من هيك، يعني بحب اني اكد انه موضوع هالبزار اللي عم بينحكى فيه انه والله ما بنعطيكم مساعدات الا اذا وطنتوا، هيدي شغله غير وارده، ولا حدا اجت بفكره، ولا حدا فاتحنا فيها، ولا عظيم. صار في اي حديث حول هالمبدأ. دكتور، بدي أحكي بالاقتصاد، وأنت اقتصادي قبل ما تكون مستشار رئيس تمام سلام والرئيس ميشيل سليمان. يوم الخميس كان في خطاب اقتصادي للرئيس تمام سلام، بيقول يعني عم بيتسأل إذا بيستمر صمود لبنان بالاقتصاد إذا استمر النزف السياسي والأمني. إلى أي درجة اقتصاد لبنان اليوم بيقدر يصمد بعد؟ وشو المخاوف؟ هذا كان خطابه باتحاد المصارف العربية.
خاتمة الخطاب كانت حلوة، لأنه قال يا ريت نجاح المصرفيين العرب واللبنانيين اللي مجموعين، وكان في عدد كبير مجموع، بيقدر يكون قدوة للسياسيين تينجحوا بعملهم مثل ما نجحوا المصرفيين. الاقتصاد اللبناني عم بمر بصعوبات جسيمة لأسباب متعددة، ليست فقط أسباب سياسية. يعني هين أنه نيجي نقول اليوم ولا الحق على السياسيين، شو الأسباب الحقيقية؟ التصرف اللي عم بيتصرفوه عم بيضر بالاقتصاد، الأزمة السورية عم تمنع السواح يجوا لهون. الأسباب الحقيقية متعددة. أولا السبب الأساسي هو أنه في إصلاحات أساسية لم تقم بها الدولة اللبنانية من 30 سنة لليوم، مش اليوم، من قبل. نتيجة المشاكل السياسية أو التحجر السياسي، نتيجة البازار، نتيجة وجود أجنبي بلبنان، غير الإصلاحات اللي ما عملتها الدولة. هيدا الموضوع الأساسي اللي اليوم عم نشوف أنه الاقتصاد صار كتير حساس للتقلبات الخارجية. لو اليوم نحن عرفنا عمرنا صناعة بكل ما لهالكلمة من معنى، نعم، وحركة تصدير، لو عرفنا عمرنا زراعة بكل ما الكلمة من معنى، لو عرفنا نخلق الجو المؤاتي لمساعدة الشركات أن تجي لهون وتعمل انطلاقا من المنصة اللبنانية. وهون عم بحكي بكل الأمور اللي بتسهل، يعني بتخلق جو للعمل للبزنس بشكل مؤاتي. كنا اليوم ما وصلنا لهون. وبدي أعطيك أمثال. اليوم نحن عنا موضوع الانترنت والتليفونات هي عيب. يعني ما في بلد بيحترم نفسه بالمستوى الذكاء والشطارة ومستوى نوعية العمل ورجال الأعمال الموجود بلبنان، وضعه مختص بالاتصالات مثل وضع لبنان. اثنين، وهذا مشكل منعاني منه من زمان وما حدا عم بيقدر يحله مع أنه الحلول واضحة. اثنين، اليوم إذا بدك تسجلي شركة بلبنان بدك شهرين لتقدر تشكليها، وبتمرق بصعوبات إلى أول ما إلى آخر. بتفوتي على جبل علي بدبي بتسجلي شركة بأقل من 10 دقائق. الشركة بتكون سارية بعد منها بيومين. إذا بدك تحلي شركة بلبنان بدك سنتين لتخلصي من المعاملات ومن المعاناة. معقدة يعني المعاملات بلبنان، غير مسموح هالشي. بتقولي ليه الاقتصاد منه ماشي؟ لأنه في إصلاحات أساسية يجب أن تقوم بها الدولة اللبنانية. نرجع كمان لموضوع أساسي اللي هو الاستثمار. بلا استثمار متواصل ما في نمو. وهيدا بلد بدون نسب نمو تناهز 7-8%. العجز اللي عنده نسبة النمو بهالايام ما بتقدر تغطي. خليني بس نقطة واحدة خلص. والاستثمار اليوم تقدر يجي بده بيئة، بده بيئة حاضنة تقدر تساعده ليوصل. والاستثمار معظم وبده يجي من القطاع الخاص. إذا ما خلقنا قانون للشراكة بين القطاع العام والخاص، وهو هذا قانون اللي مدري قدي نايم بمجلس الوزراء وبمجلس النواب، في قانون تاني بس سواب كمان. يعني هذا موضوع لازم ينحل. إذا ما خلقنا هالبيئة الحاضنة هيدي ما حنقدر نجر الاستثمار، خاصة استثمار اللبنانيين اللي بالخارج. يعني عم بيعاني اليوم الاقتصاد اللبناني. معلوم عم بيعاني، بس ما معناتها أنه واقع بأزمة ما بيقدر يطلع منها، وما معناتها أنه ما في أمل أنه وضعه يتحسن ويتحسن بسرعة. قطاع المصارف دكتور كرام، قطاع المصارف، حضرتك مصرفي، عم تتهميني اتهامات كتيرة صيت غنى اقتصادي ومصرفي. أكيد مصرفي، بس منسمع عطول نحن أنه قطاع المصرفي وضعه سليم ومنيح ولبنان عنده ثقة، ولكن بالحقيقة إذا استمر وضع لبنان مثل ما هو هلأ بنقدر كمان نصمد؟ يعني في شيء عم يخلي لبنان واقف على إجراء، علما البيئة الحاضنة اللي عم تحكي عنها حضرتك منها سليمة. البيئة الحاضنة مش منها سليمة، البيئة الحاضنة تنتقص إلى بعض الأمور الأساسية اللي لازم الدولة تقوم فيها واللي ما عم تعملها. أوكي. وبقلك لهلأ ما عم تعملها، علما أنه في ضرورة أنها تقوم فيها. إذا بنرجع للقطاع المصرفي، قطاع المصرفي مرق بصعوبات ما في لزوم نحكي عنها لأنه كلنا بنعرفها. شو اللي خلصوا؟ وقال الرئيس سام بكلمته بالمنتدى هناك اليوم، المقومات اللي قام عليها هن أولا
صلابة بموضوع الملاءة. المصرف المركزي أصر على أنه يكون في نسب ملاءة تفوق نسب الملاءة المطلوبة دوليا، وهذا ساعدت كتير. النقطة الثانية هي أنه في نسبة من السيولة الفائضة بالمصارف اللي هي بتساعده اليوم أنه يقدر يمتص أي مشكل، أي مجابهة ممكن تمرق علينا. والدليل على ذلك أنه رغم الصعوبات نحن عايشين فيها، هالقطاع ما زال عم بينما سنة بعد سنة بعد سنة. واليوم ما تنسي أنه القطاع المصرفي هو اللي معيش الدولة، لأنه بدون ما يكون القطاع المصرفي عم بيشتري سندات خزينة، تمويل للدولة ما فيه، معناتها أنه الدولة على وجودها المتواضع حيكون حتى هالوجود المتواضع يمكن بمستوى أقل لولا المصارف. وقسم الأهم هو أنه رغم دعمها للدولة عم تدعم الاقتصاد الوطني بنسبة تعادل حجم الاقتصاد اللبناني. دكتور كرم شكرا لحضورك، بعد في كتير ملفات، الملف النووي الإيراني اللي بعرف أنك مطلع عليه كتير ما حكينا فيه، بس خلص الوقت بالاقتصاد والمال. شكرا لحضورك معنا. مشاهدينا شكرا للمتابعة، تابعوا دائما أخبار الـ MTV على تويتر، فيسبوك وعلى الموقع الإلكتروني. إلى اللقاء.